أقيمت في السماء أعراس نور، أقيمت في السماء أعراس نور، وجردت السماء من السواد، وزينت السهول بكل زهر يلامس ريحه عمق الفؤاد، وصار الطير بالعلياء يغدو يحلق عاليا والصوت شادي، فحار الناس مما كان يجري إلى أن لاح في العليا منادي يقول بفرحة: هيا أفيقوا أقيموا العيد في كل البلاد، فتاسع عترة الهادي يطل أبو الهادي الملقب بالجواد. إذا كنت تنوي بيوم الحساب نجاة من النار أو من عذاب، وتمضي إلى جنة الأتقياء، توجه بحب لرب السماء، ونادي الإله بقلب خشوع: إلهي من النار إني جزوع، فبالآل يا رب إني دعوت وإني لعندك حقا أتيت، بأحمد هذا النبي الأمين وحيدرة والد الحسنين وتلك الزكية والأنقياء، أجب دعوتي يا إله السماء. صلوا على محمد وآل محمد. منذ أن كنت رضيعاً ومضت تمضي سنيني، علموني حب آل حيث صاروا في عيوني. منذ أن كنت رضيعاً ومضت تمضي سنيني، علموني حب آل حيث صاروا في عيوني. أحمد خير البرية، أحمد خير البرية، وعلي هو ديني، فاطم نور الظلام وهي أم الحسنين، ولدهم سادة حق وعلى هذا يقيني، ولدهم منهم جواد اسمه وسط وتيني. أطلب الحاجات منه ومن الرب يقيني، أنه باب المراد عن سجاياه اسألوني، هو بدر مستنير ساطع في كل حين. صلوا يا ناس عليهم هم هداة المهتدين. يا أيها البحر الغزير ألا استمع، يا أيها البحر الغزير ألا استمع، وادعوا سماء الله دعوة مندفع، أخبر جبال الأرض أن بليلة عشرا على الأطراف عدت أو تسع، كانت من الشهر الأصب عظيمة في أسطر التاريخ، ذكرها قد طبع، قد لاح فيها ضوء نور ساطع، نور به الإسلام أضحى ينتفع، نور الإمامة لاح في أنصافها نور الجواد، وأي نور قد وضع، نور أضيف لنور آل المصطفى، فلنورهم صلوا بصوت مرتفع.